بداية، كيف تقيم الوضع اليوم ونحن في اليوم 41 من الحرب؟ الوضع لم يسبق له مثيل، وإعلان إسرائيل لحالة الطوائر منذ اللحظة الأولى لهذه الحرب يعطي الآن الدليل على ذلك. يبدو أن حكومة إسرائيل يعني تنوي أن تستمر بهذه الحرب كما يعلنونهم بشكل واضح لأسابيع وربما أشهر مقبلة إذا استطاعت، وهذا أمر لا يدل إلا على أن السيد نتنياهو يريد أن يستغل أكثر وقت ممكن ليبقى رئيس حكومي، لأنه الكل يعلم الآن بأن وضع أوزار الحرب يعني استقالة نتنياهو أو طرده في انتخابات حتمية قريبة جدا. بتقديرك إلى متى ستستمر هذه الحرب؟ أنا بتقديري ليس أكثر من أسبوعين إلى ثلاثة على الحد الأقصى. لن تستطيع إسرائيل الصبر أكثر من ذلك، ليس لأنها لا تريد الانتقام وأن نتنياهو لا يريد أن يبقى رئيسا للحكومة في هذه الحالة أكبر وقت ممكن، ولكن لن تستطيع إسرائيل أن تنتقم من غزة أكثر مما انتقمت. هي استطاعت حتى الآن بهدم عشرات ربما آلاف البيوت والأحياء، وغريزة الانتقام يبدو أنها يجب أن يكون لها نهاية. أهم من ذلك الوضع السياسي الإسرائيلي ووضع الرهائن، وإسرائيل واقتصادها بشكل عام لا يتحمل حرب لمدة أطول. إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الضغوط على حكومة إسرائيل في الحرب؟ حكومة إسرائيل تعودت أن لا تهتم بالضغوط الدولية على الأقل حتى تبلغ هذه الضغوط قصوتها. اليوم الوضع العالمي ضد إسرائيل بشكل واضح، فقط بالأمس كان اتخاذ قرار بدون أي معارضة في مجلس الأمن يدعو لإيقاف الحرب حالا، وهذا ما لا تريده إسرائيل ولا أمريكا. يبدو أن هناك خطر آخر أرجو أن لا يكون، وهو أن نتنياهو عندما يجد أنه لا مناص من إيقاف الحرب يبتدئ حربا جديدة مع حزب الله، وعندها تبدأ حرب في المنطقة، قد تكون حرب عالمية في النهاية، وعندها سيستمر الوضع ربما شهر أو شهرين على الأقل. بصفتك شخص خاض تجربة العمل البرلماني، كيف تقيم أداء حكومة إسرائيل في إدارة هذه الحرب ونحن نسمع الأصوات التي تنتقدها في الأطار المدني أيضا؟ الذي يحكم على إدارة حكومة إسرائيل الحرب هو الشعب نفسه والشعب اليهودي في البلاد بشكل خاص. أنا أظن بأن أغلبية ساحقة من الشعب غير راضية لا عن نتنياهو ولا عن حكومته ولا عن الحرب الموجودة. هم كلهم يريدون الانتقام، نعم، وكلهم يريدون القضاء على حماس لو استطاعوا، ولكن هذا لا يبرر استمرار الحرب أكثر من ذلك. إسرائيل قد خسرت بداية، خسرت هيبتها وخسرت ما كانت تتمتع به من هالة وكأنها القوة الأولى في الشرق الأوسط. هذه الحرب أثبتت بأن إسرائيل ليست كما تصف نفسها وليست كما كانت تريد أن تكون. برأيك هل ممكن أن يلعب النواب العرب دورا ما في قضية الأسرى، ونحن نسمع تصريحاتهم التي تدعو إلى تحييد المدنيين من الصراع؟ هذا يعود للحكومة أو لأطراف الصراع بداية، لا يمكن أن تلعب دور بين طرفين إن لم يوافق على ذلك أو يطلبه منك. وأظن بأن موضوع الأسرى تتولاه قطر وأمريكا مباشرة ومصر، ولن يحتاجوا إلى النواب العرب مع أنهم يستطيعون أن يؤدوا دور في هذا المجال. كيف تعقب على قرار لجنة تأديبية في الكنيسة بخصوص عضو الكنيسة إيمان خطيب ياسين من الموحدة وأيضا عضو الكنيسة عن الجبهة عايدة توما سليمان؟ هذا يدل على الوضع السياسي المزري والتطرف المنقطع النظير من ناحية قومية ضد النواب العرب وضد النائبتين المحترمتين. أظن بأن هذا الإجراء لم يكن له أي مبرر. نعم أن إسرائيل قد أدخلت الشعب وأدخلت المنطقة في حمى من الحرب ومن الحرج وإعلان الطوارئ وما إلى ذلك، ولكن لا أمر يستدعي معاقبة النائبتين بهذا الشكل. كيف ترى أحوال المجتمع العربي في البلاد هذه الأيام وأنت تعلم أن الأزمة الاقتصادية تتفاقم؟ الأزمة تتفاقم، نعم نعم، على الجميع. الشعب العربي في هذه البلاد قد أبدى كثير من الحكمة ومن العقلانية. نحن نلتزم بأكثر مما نستطيع من الهدوء ومن الصمت ومن عدم
يعني أصبح اليوم حتى التعبير عن المشاعر أو التعبير عن موقف أو التعبير عن رغبة أصبح ممنوعا على العرب، مع أن اليهود يعبرون ويقومون بكل ما يريدون، والسيد بن غفير يقوم بتسليح الشعب اليهودي ويفتخر بأنه قد سلح عشرات الآلاف حتى الآن. أنا أسأل لمن هذا السلاح؟ على من سيستعمل الشعب اليهودي هذا السلاح؟ أرجو أن لا يكون نتنياهو واليمين المتطرف يبيتون لآخر حلقة في حياتهم السياسية، وهي ابتداء صراع بين الشعبين داخل هذه البلاد. مثل هذا الصراع سيعود بالسوء على من يثيره وعلى نتنياهو وبن غفير تحديدا وسموتريتش وأمثالهما. هم على فكرة قد فقدوا كل مصداقية، قد فقدوا كل رصيد، شاءوا أم أبوا فقط عندما تضع الحرب غبارها ستكون انتخابات جديدة حتما ويقينا بدون أي شك، وهذه الانتخابات ستقصيهم.